اتكلم على مسألة مش عايز اسميها فجوة جيلية ما، لكن واضح ان في حاجة انا مش قادر لسه افهمها. هل جزء من الاسباب اللي ساهمت، لو صح التعبير او لو صحت الفكرة، بتاع تراجع صناعة السينما المصرية، على سواء اذا كان مستوى الانتشار وحجم الانتاج وكم الافلام ومستوى الفيلم، مش بس مسؤول عنه المخرجين الجدد لكن كمان الممثلين الجدد، انه ما بقاش الهم الرئيسي ان احنا نعمل فيلم، الهم الرئيسي ان انا ابقى نجم الشباك اللي بيجي فلوس كتير خالص. هو الحقيقة يعني غياب بعض المفاهيم الأساسية للصناعة. في التحليل الأخير دايما الناس بتروح السينما ليه؟ عشان تستمتع وتتسلى، يا تضحك يا تعيط يا تخاف. يعني هم دول 3 بيزك ايموشنز، يعني أوكي. او ثلاث عواطف الرئيسية اللي بتخلي الناس تحب تروح السينما عشان كده. ده يحصل بايه؟ مش هيحصل بحركة الكاميرا والمونتاج والإضاءة، ده هيحصل بالموضوع، بالشخصيات، بالمواقف اللي تتكتب، بالتمثيل اللي يأثر في الواحد، وهكذا. للأسف هذه المفاهيم ما هياش واضحة قوي، ما هياش يعني عميقة في الذهن. ولا اللي بفكر فيه شخصيتي انا الفنيه، انا بقى كمخرج شكلي ايه في الفيلم، ايه الفورم اللي انا قدمته. مش انا هعيش الجمهور في تجربه يظل يتذكرها ويحس بيها كل ما يشوف الفيلم ولا لا. عشان كده لما نتكلم برضو بدون ما يكون ده الحنين فارغ الى الماضي، السؤال وناس، انا في واحد استوقفني مره في الشارع، يعني تعرف علي شكل، فسأل حضرتك فلان، قلت له فسألني هذا السؤال اللي بيتكرر باستمرار، طب ليه في افلام الواحد يبقى شافها 10 مرات ويقعد يتفرج عليها تاني؟ صحيح. وافلام خلاص شفتها خلصت، لا ما تغرقش انك تشوفها مره تانية. في ايه؟ في ان الحاجه اللي هي بتقدر تحركك كل مره انت بتشوف بيها الفيلم دي، ما تجيش الا من لما يبقى الكونسبت ده او هذا المفهوم في صلب تكوين الفني، ان انا بعمل حاجه عشان تاثر في الناس، عشان تعيش مع الناس. انما علشان تثبت براعتي الفنيه او قدرتي التقنيه او الحاجات دي، ده ما تعيش. والتاريخ بيقول لنا كده، التاريخ بيقول لنا ان في معادلة كده مشهورة جدا جدا وانا بقولها وانا مخرج، ان سيناريو جيد زائد مخرج متوسط القيمة فيلم ناجح، سيناريو رديء زائد مخرج عبقري فيلم فاشل. إذن الإخراج ما ينقص، الأساس هو الموضوع، الشخصيات، الصياغة اللي هي تأثر في الناس. ده مفهوم للأسف مش عند ناس كتير.